اللي انا بقى عايز اساله لكم نوره، الرجاله نرجسيين اكتر ولا الستات؟ بص، هو المعتقد انه الستات، ها، ولكن الدراسات اللي اتعملت لقت انه الرجاله هم اللي نرجسيين اكتر. الرجاله ولا الستات؟ انا بقول، انا بشوف ان الستات نرجسيين اكتر. الدراسه بتقول ان الرجاله نرجسيين اكتر بكتير. لو الناس كلها اتعمل عليهم التست ده، 72 او 77% من الرجاله اكتر نرجسيه، فقط 4.8 او 40% من السيدات هم النرجسيين اكتر، لان الرجاله طول ما هو قاعد اكسبوز لازم يظهر نفسه. يظهر اي حاجه بقى، علاقاته، يظهر سهراته، يظهر، بيتفاخر دايما باي حاجه. وانا والله لاحظت حاجه يا جماعه، ان اكتر الناس النرجسيه هم اكتر الناس اللي ما بيعملوش حاجه، ولا مبدعين ولا موهوبين ولا اي حاجه. يعني هو عايش يا عيني في وهم. انا بقول يا عيني عشان هما بيصعبوا عليا فعلا، عشان ده مريض بيصعبوا عليا، عشان هو عايش في وهم ان هو وهو ولا اي حاجه للاسف. يعني لو انت او لو انتي شايفين انك انتوا طول ما انتوا قاعدين بتتكلموا على نفسكم كتير قوي، انتوا دايما تبقوا عايزين محور القعده، دايما تبقوا عايزين محور الكلام، كل ما حد يجي يتكلم معاك في موضوع فجاه بتقلب الموضوع عليك، او لو انت واحده صاحبتك بتكلمك بتحكي لك على مشكلتها تقوم انت حكي على مشكلتك وقد ايه انك عظيمه في حل المشاكل، هنا فعلا لازم تقفي مع نفسك ولازم تقولي انا نرجسيه ولازم ابتدي ادي اهتمام للناس اكتر.